علاء خطاب محمود سلامة لايت هيفيت. محمود ايرون مان، هو ملقب بالايرون مان، ده النيك نيم بتاعه. ده لقبه بالرجل الحديدي ايرون مان، اللي هو بيبقى اصلا جوه الكيج. بيتعرض لمواقف كتيرة في السترايكنج وفي الجرابلينج، برضه بيفضل صامد، بيتعب خصومه كلها. الأولى على وشك البداية، تبدأ الجولة الأولى بين كلا اللاعبين. محمود سلامة على خطاب، على خطاب غير البوزيشن بتاعه. محمود سلامة بيحاول إن هو لسه نبضه، لسه في مرحلة قراية، تسليم استفاد. يشوفه تيك داون، سيمبل لك تيك داون من علاء خطاب، بس سلام بيقوم بسرعة. ني سلام بيحاول ياخد جلوتين، محتاج ان هو يقفل الدور بس مش عارف. زي ما توقعنا ان علاء خطاب على طول تيك داون، عايز ياخد بالظبط. لو كان اداله فرصة فوق كان هيلعب معاه فوق. بس محمد سلامة يعني متأثرش بتيك داون، قام تاني على طول. أنا اتفاجئت بالظبط. محمد سلامة لازم ياخد، يخرج من البوزيشن دوت، لحد دلوقتي على مسيطر عليه. بيحاول كمان يطلع فول ماونت. طبعا سلامة بيحاول يحافظ على الهاف جارد عشان يحمي نفسه من العداء. هو قافل كويس، قافل المسافة عليه. على خطاب نايس، بيحاول ياخد ارم بار من على خطاب. دراعه لسه ما اتفرجش بالظبط، لو اتفرجت هي مشكله كبيره، ممكن محمود سلامه يستسلم فيها. بس محمود سلامه خرج منها ان هو قفل على دراعه كويس. بيضغط صح، بانشز من محمود سلامه عشان يشتته. نايس ديفنس من محمود سلامة. خرجنا في سايد ماوند دلوقتي. دي النقاط اللي اتكلم فيها علاء خطاب عن نقط ضعف محمود سلامة. بس محمود سلامة كان كويس جدا في سد نقطة الضعف ديت. زي الأرنوار. اوبس، في دم على وش علاء. هو من محمود سلامة في السايد ماوند. فتح حاجب علاء، حاجب علاء الايسر، يحاول يسدد محمود سلامة. هو للبري بانشز ان فيس علاء، لازم يقوم الوضع ده. اتقلب وضع السيطرة من علاء خطاب لمحمود سلامة دلوقتي. محمود سلامة بيحاول ان هو يطلع فول ماونت، بيحاول ان هو يخلص الماتش. هي جات اس باك، خلص الفايت من الباك ماونت. بوزيشن صعب قوي من علاء. بانشز فروم باك، بانشز فروم باك. محمود سلامة مسيطر كويس. علاء محتاج يغطي وشه كويس. اوبس اوبس اوبس، بانشز من فيس، بانشز فيس من باك. اوبس، اعتقد لو البوزيشن فعلا خلص الفايت محمود سلامة. تي كي او من باك ماونت. طبعا مبروك محمود سلامة، الماتش ده أول بس كنت متوقع إن هو يطول شوية.
احنا قلنا ان اقل غلطه في الفايت دوت ادي الخساره، لان الاثنين اقوياء جدا، الاثنين اقوياء جدا، مفيش هزار. ومحمود سلامه كان قريب جدا من الخساره على تالي ارنوبار على خطاب، بس قدر ان هو يطلع منها ويكمل. اول فوز لمحمود سلامه في الـ UFC Evolution. طبعا كابتن محمد عبد الحميد لازم يكون فخور بكل الفايت الاسبوع النهارده، يعني رفع راسه. الروح الرياضيه هنا بيسلم على علاء، لا مش مركز، الكوع فاتح حاجبه ده يعني صراع جامد. طبعا علاء لعب كويس، مبروك لمحمود سلامة، وهارد لك علاء يا خطاب.